مين الأذكى أكتر؟ ايه رامي. مين بدك تزوجي أول؟ مين أكتر واحد نسوانجي من بيناتنا؟ النسوانجي؟ هذا السؤال لازم تجاوبي عليه. مين أرجل؟ مرحبا، السلام عليكم، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير، أحبكم. إنتو؟ ربي يستركم يا جماعة. أول شيء سمعنا الصلاة على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. ما بعرف إذا ملاحظين، عم نصور بالتليفون. الكاميرا قمنا كارت الذاكرة. كارت الذاكرة ما عم بقبل. ما عم بيقبل. لازم نجيب واحد جديد. فإنه أوكي، وإذا نروح نجيب واحد جديد ما راح نلاقي بالمنطقة نحن بركين فيها، بمنطقة تبعد تقريبا ساعة وربع. روحتنا ساعة وربع وجيتنا ساعة وربع، ساعتين ونص. يعني زحمة كثير. المهم مالنا فيها اليوم الفيديو يا جماعة. الفيديو هذا على طلبكم، طلبتوه يعني يمكن هذا من أكثر الفيديوهات اللي انطلب. مرة أخوي وأمي سووا فيني مقلب، بسألها بتصف مع رامي، بسألها بتصف مع رامي، المقلب اللي سووا فيني هو وأمي، تمام؟ وصار عالم كلها كلمة سووا نظامي. عم نسأل أسئلة لأمي وأمي عم تجاوب. مثلا بالمقلب اللي سويناه مين أحقر واحد؟ كانت تقول حمودة. مين أكوس واحد؟ رامي. كل شيء سيء لأخوي. بس هالمرة نظامي 100%. هالمرة نظامي. محضر أنا أسئلة أمي من ورا الكاميرا. ماما أول شيء شوفي، أهم شغلة إنه تجاوبي باسم واحد. باسم واحد وبسرعة. باسم واحد وبسرعة. ما تقولي شيء لو بحبة زيادة. زيادة عن الثاني بتجاوبي خلص. هاد يعني تعطينا لو قلنا لك مين بتحبي أكثر لازم تعطينا واحد. لازم تعطي واحد والله. ما بصير تقولي اثنين. ما بصير تقولي اثنين. يعني بعطيك كمثال، مين بتحبي أكثر واحد لازم تعطي واحد. هذا السؤال لا تسألوه. اوكي ما راح هذا ما راح اسالك اياه. اوكي بس ايش ما تسالي واحد، ماشي تقولي واحد ماشي. اوكي طبعا في شغله، اعطيني المصراط اول شيء اللي هو المزوره. في شغله، كل شيء شيء منيح امي بتقول انه انا منيح فيه، اخوي محمد مضطر يدفع لي 50 ليره، وكل شيء شيء سيء انا بكون فيه انا مضطر ادفع 50 ليره لاخوي محمد، واخوي محمد كذلك. لنشوف مين اللي كويس فينا ومين راح يجمع مصاري اكثر. اللي بجمع مصاري اكثر هو بيربح. طبعا بالنهايه في عقوبه، ما بدنا هيك نسوي تحدي هيك عادي وخلص بس اسئله ونسكر. لا خليكم تحدي. انا باذن الله في عندي شغلات اكواس من اخوي يعني، فانه بحب انتصر عليه. يلا كل شيء يلا بنشوف. طبعا الصراحه بدنا نحكي. اوكي طبعا نحن حضرنا اسئله انا واخوي محمد، بريد الطرفين طبعا يعني 100%. اخوي محمد كتب منهم وانا كتبت منهم، وحتى انا اللي كتبتهم كان اخوي محمد عنده علم فيه. مين بحب النوم اكثر من بيناتنا؟ انت. شغله سيئه ولا منيحه؟ سيئه. سيئه ايش النوم؟ تفضل. اعطي اسم. اوكي مين اكثر واحد جننك؟ مين اكثر واحد جنني؟ ايه محمد. هذا اوكي. هاي اول بما انه انا خسرت وحده، قلت لي عفوا بس تعطيني وحده. ايه خلص هاي وحده بوحده. تمام السؤال بعده، مين اكثر واحد بعيط بالبيت؟ مين اكثر واحد بعيط في البيت؟ يعني مين بعيط اكثر، انا اللي حموده بالبيت؟ بعصب قصدك؟ بعيط ولا واحد منكم؟ كل شيء عادي يعني. من هيك هيك اكثر بتحسي بعيط اكثر بالبيت؟ ما بشوف يعني ما عندي اسم هيك. طبعا انت بتعرفيني انا شو، انا مثلا بالبيت لما بطلع صوت عالي شو بصير فيني؟ بتجن. ما بتحمل. وانا كمان بعيط. وانت كمان ما بتحب صوت العالي. مين بعيط اكثر بالبيت؟ واحد منا. هلا كصوت عالي رامي. بس ما بعيط، صوتي عالي. صوتك عالي. خلص اوكي ما ماشي، في معي كثير شغلات بتضغط معي لالي، المهم ما فيها. مين نشيط اكثر؟ نشاط. إيه. انت رامي. اذا هو بحب النوم اكثر هو كمان نشيط اكثر. هلا كل واحد فيه شيء. هلا انت برا عندك نشاط اكثر، هو جوا عنده نشاط اكثر. يعني مصره رامي. فاعو حموده ليش تناقش؟ كاتو نشاط. طب خلص ما انا بقول لك كل واحد نشاطه شيء. انت نشاط ما شاء الله بتقضي لنا برا وهون جوا. اوكي مين اكثر واحد نسوانجي من بيناتنا؟ النسوانجي. نسوانجي؟ ايه اذا تعطي اسم لو بحبه زياده. ايش لو بحبه زياده؟ النسوانجي. ما اذا تعطي اسم خلص اتفقت معك بالبدايه مشان ما تجادليني. مين نسوانجي اكثر؟ هالاسئله والله ما موجوده فيكم بس ما بعرف. اوكي مين نسوانجي اكثر؟ محمد. اوكي ماشي. لا ما هو عم تحكي اللي عندك. رامي. مين شغيل اكثر؟
بنشغل اكثر. ايه بسرعه بنشغل اكثر. ايه. بايش مثلا؟ بالبيت اللي بعمل لكم؟ لا ضمن شغلنا. شغل شغل بشكل عام. شغل شغل مو بعمل شغلنا. مو بشغل بشكل عام. مو اللي بسوي. لا بشغلنا بشغلنا شغل. هذا الشيء يعتبر شغل. رامي نزل دفع. انا عم بقول لك شغل شغل عملي. مين شغال اكثر؟ انا عم قلت لكم شكل عام، قلتوا لي لا بالشغل. هو سوى شغل خاص. ما المهم حدد بس اليوتيوب. لا لا ما هو شغل. ما سوى شغل خاص. طب ماشي. مين اكثر واحد عازبك؟ جاوبي جاوبي. ما في سؤال. جاوبي ايش هالاسئله هاي؟ مين عازبك اكثر؟ على فكره هو كاتب هدول الاسئله عم بقراهم والله حاليا. انا وياه. لا والله. مين عازبك اكثر؟ لا احكي لك ضيرك وضميرك. ضيرك وضميرك. لا لا انت. اوكي. مين اكثر واحد مرضي؟ لو بحبي لازم تذكري اسم واحد. لا يا بقى هو اللي كتب هذا السؤال. لا بقى لازم هو عم بيجي على حاله. انا ما عم بيجي علي. لازم نفس الاسئله هو كاتبهم له. هدول الاسئله انا لا له 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 نسالهم نفسه. انه واحد واحد بس. هو واحد هدول بس. ايه مين اكثر واحد؟ كنت بجلس وقت انت بتسال. مرضي زياده لو بحبه. شوف من رضا ما انا لو بحبه هذا ما بعرف. جاوب. ما حتجاوب. اعطوني باظ. الا باظ واحد. واحد ما بقى في باظات ثانيه. مين بسهر اكثر؟ مين بسهر اكثر؟ اثنيناتكم. لازم تذكري اسم حدا. حدا بسهر اكثر من الثاني. لازم تذكري اسم. والله العظيم يعني انا ماني معكم فوق. ايه بس مين بسهر اكثر؟ رامي. بهالفترة انت بس بدك 50. بهالفترة صاير عم بسهر. اوكي. عم تفرح على 50. اوكي. مين اذكى؟ الله اكبر. بس الله ده جامي ماما. هيك بسرعة اعطي جوابك هيك بسرعة. كل واحد ذكاء رايح يعني باتجاه يعني. اوكي الله يوفقك. خليني. ما في باص ما في باص. بتعطي مين اذكى اكثر؟ ايه رامي. امريك يا حجي. مين سياسي اكثر؟ انت منين بتاخذ هاي الخمسينات؟ مين سياسي؟ مين سياسي اكثر؟ ايه سياسي اكثر. محمد. ايه اوكي. انت صح. اوكي. مين بتحسيه حكيم اكثر؟ طب ليش لما عم تجي علي عم تعملي هيك؟ خلص جاوبي الاسم. اعطي الاسم. كل واحد عنده حكمة. انت ليش متاكد من نفسك عم تقول انه انت؟ ما بعرف المشكله. بلاي اثنين عندكم يعني في حكمه عندكم. لا الحكيم اكثر. كل واحد عنده حكمه سبحان الله بشيء يعني اكثر. عم بنكشوا بحط بنكشوا. مين؟ عنده حكمه اكثر. والله العظيم الها الاسئله هاي ملخبطه تلغيمه طيبه. دجاوبي. دجاوبي ما حدا يزعل ابدا. والله حلفت على الله. والله مين ذكي اكثر؟ حكيم اكثر. حكيم. حكيم صاحب حكمة. اوكي كل واحد عم بقول لك كل واحد حكمته شيء. يلا يلا اجى شغل حمودة. مين عصبي اكثر؟ لا مين عصبي اكثر؟ مين عصبي بسرعة انت محمد. انت لازم تعطيني عصبي شغلة ما هي كويسة. ما كويسة مو انت ايش رأيك؟ مين بساعدك اكثر بشغل البيت؟ ضميرك؟ اكيد رامي. يا رب دخيلك شاطر سؤال. مين بكذب اكثر؟ مين بكذب اكثر؟ ايه شوف رأيك بالكذب يا رامي انت ما حدا بسبقك. خلص اوكي مشان هيك سكتت. مين اوقح؟ ايه
ايش يعني اوقح؟ بايش الوقاحة؟ اوقح اوقح هيك وقح. فهمت عليك اوقح اوقح بس يعني لسانه زفير. لسانه زفير محمد لسه بكمل حاسب. اوكي مين بارد اكثر؟ مين بارد اكثر؟ اه انت ابرد من هيك الله ما خلق. شلون فوق كنت نشيته بارد؟ ما بعرف كيف والله بصراحة ما فهمت انا هذا السؤال شاكك فيه انا من اول بس النشاطة كله انا معاك بس النشاطة هي يعني طاجتني والحكي 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 انا بقولك يا ابني كل واحد حكي شيء. مين بيهتم بحاله اكثر؟ مين بيهتم بحاله اكثر؟ جسديا؟ كل شيء يا محمد مبارك وهي شغلة كويسة فمشان هيك مضطر ادفع. مين بتحسيه كتومي اكثر؟ محمد. هاي 50 شغله بشعه. شو كتومي شغله بشعه؟ شغله بشعه بتفجر حالك انت بتمرض بكره بصير معك اكتئاب على سمح الله. كتوم بحط بقلبه يعني ما بحكي. ايه ماي شغله كويسه. لا لا شغله بشعه. لكن بشعه واحد يحط في قلبه يضل يعبك بس في قلبه ايه؟ هلا دكتور نفسي اسمع ايش هلا كويسه ومو كويسه؟ هاي 50 دقيقة. 50 50 50 50 لا ليش 50 يعني 50 لا شغلة مش يعني مبينة كتومي كويس. إذا صار معه شيء مثلا ما بحب مثلا يزعج العيلة مثلا بقدر إيه بنفس الوقت بخنق حاله إيه أكيد بضغط على نفسه. مين بدك تزوجي أول؟ أكيد محمد شغلة كويسة والله بارك في تزواجي. مين اجتماعي أكثر؟ اجتماعي إيه عم بيعطيه 50 لحاله. لا أبى شو أبى طبقه ترى أنا يعني مهوى. اجتماعي. أنت اجتماعي بس هو وقت اللي يكون مثلاً في جمعة في شيء أنت بتأخذ تعطي يعني رمبي. أوكي. آخر سؤال. يعطي مجال ليش لحتى واحد يحكي؟ شو؟ إيه كفي. آخر سؤال عفواً آخر سؤال لازم تجاوب عليه 100% هذا آخر سؤال. آخر سؤال. انا قلت لكم بتحسبوا هالسؤال. لا هذا ما هذا ما له علاقه ما له علاقه بهذا السؤال. هذا سؤال غير غير. هذا السؤال لازم تجاوبي عليه. مين ارجل؟ حل عنا يا لازم تجاوبي. ما راح اجاوب. لا تجاوب. لا هذا معلش مين ارجل اكثر من الثاني؟ طب رجوله بيش انتوا عم تعنوها مو لا احكي. مين ارجل اكثر من الثاني بكل شيء؟ ايش بكل شيء؟ بكل شيء. اثنيناتكم رجال ما شاء الله حولكم. يا عمري يا عمري بس انه يعني سيكي مرجل اكثر والله اثنيناتكم. من الحيوان بخاف منه والانسان بخاف منه يعني هيك لك الزعمة انا ما بقلع الحيوان ايش عم دخلي هلا خوف الحيوان. القطة بتخاف منه لاني دائما بضرب ما بمسترجل على القطة وهي ما رجولي فمشان هيك انا رجال شفتي شلون؟ لا بمزح انا بالي بوصل انك انت بتخاف لاني من الحشرات انا هيك من هيك قصدي صدق اوكي حشرات بتخوف ايه حشرات ايه بتخوف ايه قليلي مين رجال يي موضوع الحشرات لا 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 كل شيء كل شيء يمكن انا حكيت مين نينا تكون نفس الشيء برجولية ما بتهابوا الموت ما جوابها صعب سدي نانيا تقول انا بتنجرح انت يي طلعت جردون خلص لا بمزح بمزح اوكي خلص يا جماعه ربي يستر. والله انا ما مؤسف والله انه هو باري باري اعوذ بالله هذا ما بتجاوب عليه 400 يا كذاب والنص والله بعدهم على المونتاج 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 مع 600 انا 400 ايه انه انت منين جبت ال 400؟ من اول الفيديو لا والله تبع المال رشيد اوكي بدنا نحسبه. المهم يا جماعه ربي يسعدكم فمشان هيك انا ربحت 600 ليره وهو ربح 400 يعني انا بكون ربحان 200 ليره بما انه راح اعطيه 400 وراح يعطيني 600 فبكون انا ربحت 200 ليره واحد اثنين هو بكون راح يتعاقب. ربي يسعدكم يا جماعه خلينا نروح وننتقل للعقوبه احبكم. ربي يسعدكم يا جماعه ما سوينا العقوبه لشغله وحده بس قمت عم بطلع على الفيديو طلع طوله 15 دقيقه 15 دقيقه يعني طويل كثير فمشان هيك قلنا اذا رح نسوي العقوبه كمان 5 دقائق 20 دقيقه رح يصير كثير طويل فمشان هيك الي على اخوي محمد عقوبه يا بالفيديو الجاي يا بالبعده 100% رح يتعاقبه هي هي. ربي يسعدكم احبكم كثير اذا عجبكم الفيديو حطوا لايك اشتركوا بالقناه استنوا فيديو جديد كان معكم محمد ورامي و السلام عليكم
شوفوا ناجح نجاحه غامض بنجاحه هالكم واحد ضاغط عنده طريقة مو بالموسيقى نجاحه فعلي هي الحقيقة.